اولا رمضان مبارك كريم. اود في البدايه اشكر السيد عميد الكليه الاستاذ فريد باشا الذي اتاح لنا هذا الفرصه امام الاستاذ كذلك الاستاذ بنعليلو اللي عرض اهم الافكار حول مؤسسه الوسيط كاهم المؤسسات الفاعله داخل المملكه. لما وجدت الى القاعه وجدت الاستاذ يتحدث عن جوده الخدمات الاداريه، تحسين اداء الاداره، تقريب الاداره من المواطن، وذكرني هذا الحديث باحد التقارير التي صدرت عن البنك الدولي منذ عده سنوات، المغرب في افق 2040. يعني هذا التقرير مشطح جميع الامراض التي تعاني منها الاداره وسبل اصلاحها. إذا رجعنا إلى تاريخ إصلاح الإدارة المغربية تقريبا منذ الاستقلال، كانت هناك إدارة القرب، إدارة في خدمة المواطن، تقريبا إدارة من المواطن، ولكن كل هذه الإصلاحات ربما لم تنتج عنها يعني النتائج الجيدة. السؤال هنا، ألسنا في حاجة إلى نموذج جديد، نموذج إداري جديد؟ وهنا نعود إلى السؤال الذي طرح في فجر الاستقلال، وهو هل نحتفظ بالمؤسسات التي خلفتها فرنسا ونعمل على تحسينها وهذا ما قمنا به وفشلنا فيه إلى حد الساعة، أم يجب أن ننطلق من الصفر؟ أكيد كانت المهمة صعبة ولكن كانت ستكون ناجحة. السؤال الثاني وهو لماذا أمام هذا الفشل؟ لماذا هذا الإصرار على إصلاح الإدارة دائما من نفس المنطق وهو إدارة مواطن؟ ألا نفكر مرة في التاريخ على أن نصلح الإدارة من خلال المواطن؟ لماذا؟ لأن كل الإصلاحات لحد الآن كانت لها طبيعة مؤسساتية قانونية صرف وكلها آلت أو توجت بالفشل. لماذا لا نفكر في مقاربة سوسيولوجية لإصلاح الإدارة؟ لأنه لا ننسى أن المؤسسات كيفما كانت ما هي إلا انعكاس للمجتمع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة كانت عندي مجموعة الأسئلة وراودتني مجموعة من الأسئلة قبل المجيء لهذه المحاضرة، لكن بعد الاستماع لعرض السيد وسيط المملكة لا أملك إلا أن أقول شكرا لكم سيد محمد عليلو على هذه المداخلة المتميزة، على هذا الإمتاع وهذه المؤانسة التي استمعت إليها شخصيا واستفدت منها كثيرا. كنت كيميائيا بمعنى الكلمة، حاولت تشريح كل ما يتعلق بهذه المؤسسة قانونيا، اجتماعيا، إنسانيا، فلسفيا، معرفيا، ثقافيا. وفي الحقيقة أنا لابد كان حاليا وكان لزاما علي أن أقدم هذا الامتنان وهذا الشكر وأن أعتز بمثل هذه الكفاءات. حضرتني مقولة لسانت إكزوبيري، كان قال si nous prendrons conscience de notre rôle même le plus effacé alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix car ceux qui dansent à la vie dansent à la mort. I'm so proud of you الأستاذ هذا، وأتمنى إن شاء الله تكون هناك حلول كثيرة وأن نصل إلى مقام رضا المواطن في هذا التجلي الذي قدمتمه. شكرا. أبدأ منك الأخ صديق العزيز. أولاً، الجمعيات هي محدد أساسي من محددات اشتغال مؤسسة الوسيط المملكة، ولدينا من التوصيات العديد منشورة حتى التقرير. أنا كنت كنجبد التقرير ديال هذه السنة وسأقرأ. صفة الجمعية المهنية ليست شرطا لاعتبار الجمعية متضمنة في موضوع يهم مجال اشتغالها ما دامت مؤسسة طبقا للقانون المنظم للجمعية. هذه قاعدة قررتها مؤسسة وسيط المملكة ومنشورة التقرير. الوصل الإداء، الإدارة ملزمة بإعطاء الوصل الإداء وليست فيه سلطة تقديرية الإدارة. هذه أيضا مشروع مؤسسة الوسط.
لان نحن نشتغل على موضوع الجمعيات في موقف ديال المؤسسه واضح فيها ومتواتر. واذا كان عندكم اي بحث في هذا الموضوع احنا مستعدين نزودكم بجميع التوصيات التي اصدرتها المؤسسه في هذا الموضوع باختلافها. فيما يتعلق هل محمد بن علي لورادي، اولا ما نطلبوش منه رضا، نطلب منه يخدم، هو هنا باش يخدم ماشي باش يهضر، هذا مهم جدا. الرضا ديال وسيط المملكه مرتبط برضا المواطن. لقياس هذا الرضا درنا بارومتر قياس الرضا، حنا نحن نقيسوا رضا المرتفقين اللي كيجيو عندنا، ولكن غيصعب علينا نقيسوا الرضا ديال الجميع. ولكن كنأكد إذا سولتني ما هي المحصلة اللي قدمتها مؤسسة وسيط المملكة ملموسة للمواطن، هذا هو اللي خصنا نهضروا عليه في اللغة، يعني خليني نقول براغماتية أكثر من أي شيء آخر. إذا قلنا في هذه السنة هذه بالحرف أو بالرقم 1176 شكاية تم التسوية ديالها، 1176 من أصل 3400 شكاية، وهاد 3400 شكاية فيها 50% غير جدي حسب مؤشر الجدية، وحنا سوينا 1176. وقلنا في هاد السنة أيضا قمنا بتنفيذ 228 توصية، التسوية كتقوم بها الإدارة مباشرة، لكن تنفيذ ديال التوصيات بتدخل من الوسيط 228 توصية نفذت بنسبة تنفيذ في مقارنة مع عدد التوصيات الصادرة 120%، يعني نفذنا نفس العدد الذي أصدرناه وقمنا بتنفيذ ما تراكم من توصيات حدود 20%. إذا كنلاحظوا بأن هناك عمل مادي مقرون، لكن هل هذا كافي؟ أنا أقول ليس كافيا، هناك الكثير من العمل ينبغي بذله، حيت حنا الهدف ديالنا ماشي صدروا التوصيات، حنا الهدف ديالنا نتجو الحلول، والهدف الأبعد هو أن المواطن ما يمشيش على مؤسسة وسيط المملكة كيفما ما يمشيش عند القضاء في مواجهة الإدارة، وهو قدرة الإدارة على تدبير الشأن الارتفاقي داخل فضاء الإدارة بالتواصل اللازم، بالقانونية اللازمة، وبالعدالة المطلوبة. هذا هو الهدف. هذا الهدف كما شفتي وكما كنسمعوا فيه متدخلين كثر، فيه عقليات، فيه ترسبات، فيه انتظارات، فيه تحولات. نحن الآن نعيش زمن الهاشتاج، نحن نرى أن هذا اللقاء هو الآن يلاحظه ويشاهده ما لا ندري من الأشخاص. إذا ينبغي أن نتطور، ينبغي أن نتحول، لكن بمنظور أساسي الحفاظ على كرامة المواطن في اتفاق عمومي سلس وجيد وعادل ومنصف وما شئت من التوصيفات التي يسعى إليها المواطن. فيما يتعلق بقانون المؤسسة ذي الأنوار الصديق العزيز، أنا كنأكد على أمر مهم جدا. التعديلات القانونية هي تعديلات واجبة وينبغي الاشتغال عليها، لكن قبل ذلك ينبغي على الاشتغال على القوانين فيما توفره من الآليات. ما نبقاوش ننتظروا التعديلات عاد نخدموا، خصنا نخدموا ونتطلعوا للتعديلات. صحيح أي قانون إلا ويحتاج إلى التطور، علما أننا كنعيش الآن واحد القانون اللي هو حديث نسبيا ويستجيب لمختلف التطلعات. وهنا يمكن نأكد واحد الأمر، كتعرفوا بأن مؤسسة وسيط المملكة تشتغل في واحد البعد الدولي بشكل كبير جدا، ترأست الجمعية المهنية أو جمعية الأومبودسمان الوسطاء الفرنكوفونية، ترأست الجمعية الوسطاء والأومبودسمان المتوسطيين، عضو في المعهد الدولي للأومبودسمان، عضو في مكتب المسير جمعية الأومبودسمان والوسطاء ديال دول التعاون الإسلامي. نحن متواجدين يعني في الساحة الدولية. يمكن نقول لكم بأن القانون ديالنا من أهم القوانين السارية، بل يوفر من الإمكانيات ما لا توفره العديد من القوانين. سؤال
سلطة تحريك المتابعة ما موجوداش عند الكثير من الأنظمة. سلطة النشر في الجريدة الرسمية ما موجوداش عند كثير من الأنظمة. وهناك الحصانة المعطاة غير موجودة عند كثير من الأنظمة. لكن خصنا نكون واعيين بأننا نشتغل في ظل قانون محدد لمبادئ عامة، وهذا هو الذي يتطلب اشتغال أكبر. انتم عارفين بانه النهار اللي بغينا نعدلوا القانون او القرار الاممي الخاص بامناء المظالم لابد يكون بعد القانون ديالنا يستجيب لهذه المطلبات. ما يمكنش حنا نطالبوا شي حاجه اللي ما كايناش. اذا اللي ناكد ان التعديلات المرتقبه ستظل حاضره دائما. الكمال لا حد له. الاشتغال على التجويد هو مبتغى ازلي. لكن المطلوب منا ايضا ان نشتغل على ما هو كائن في انتظار ما سيكون. فيما يتعلق مدى انتهاء ان تمسك بالحياديه ديال الوسيط وبعدم التدخل امام الملا في امر يهمك، وغادي نعكف على الجواب ولن اجيب عن هذا الموضوع. فيما يتعلق استاذ البعزاوي عندكم الحق، تمت اعاده تكرار مجموعة من المفاهيم على امتداد عقود من الزمن. فكرة الجودة، فكرة الرضا، كلها موجودة في أي نظام الآن. كلكم دابا عندكم شات جي بي تي، وكنتو تشغلو دابا جوجل وليتو تستخدمو شات جي بي تي وليتو كتهضرو بمواطن ابتدائي، إذا عطيتيها الإصلاحات تتخرج لك هذه المفاهيم. ولكن نحن نصل إلى مفاهيم منبثقة منبثقة من أدائنا الارتفاقي الوطني بمعايير دولية. صحيح حينما نادت مؤسسة وسيط المملكة بنموذج ارتفاقي جديد وعبرت وعلمتم بنموذج إداري جديد، ينبغي أن يأخذ كل الأبعاد. مؤسسة وسيط المملكة ما مديرهاش باش تصيغ هذا النموذج، ولكن هي موجودة باش تدعو إلى التفكير في هذا النموذج من خلال مداخل مختلفة اللي يمكن تكون تغيير. احنا الان خدمو في الوظيفه العموميه بالظاهر ديال احنا الان في 2023، هناك تعديلات، هناك تغييرات، لكن داخل نفس المنظومه التفكيريه، نفس البناء التفكيري. النموذج التنموي الجديد ينبغي ان يفكر خارج صندوق الاطار الموجود، ينبغي ان يواكب التحولات التي يجهزها المجتمع بشكل او باخر. استاذه شكرا لك على الكلمات الطيبه. انا اعدكم بكل ما تفضل به الاستاذ العروسي، وباسمكم جميعا نوجه الشكر ديالي للسيد العميد سيد رئيس جامعه محمود الخامس بالنيابه، اللي اولا اتاح لنا هذه الفرصه. وكنقول لكم مؤسسه وسيط المملكه مفتوحه لكم في كل المجالات البحثيه اللي كتلامس الاختصاصات ديالها، وغادي نكون سعداء باستقبالكم. وعلى الهامش كنحدثوا انا والاستاذ العروسي على ما تسميه بالعصف الذهني، حتى اذا كان هناك اراده بالتفكير المشترك احنا مستعدين نشوفوا جلسه ديال العصف الذهني، خرجوا افكار كل واحد في الافكار ونشتغل عليها جميعا من اجل رفعه ارتفاقنا العمومي المشترك. مره اخرى شكرا لكم سيد العميد، شكرا لكم استاذ الاساتذه الحضور.